يقول السائل: إذا كانت المرأة مسافرة فهل يجوز لها أن تجمع وتقصر الظهر مع العصر مع أنها جالسة في غرفتها؟ نعم، ما دامت مسافرة يجوز لها تقصر، أما الجمع إذا كان الإنسان نازلا فإنه لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كان يقصر ولا يجمع وهو نازل في منى. نعم.